البداية من تعز، حيث تجددت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية الإرهابية في جبهات متفرقة بريف المحافظة. وبحسب مصادر ميدانية، فإن مواجهات عنيفة اندلعت على أطراف جبهة الكدحة غربا عقب هجوم حوثي على مواقع الجيش هناك. المصادر أكدت إحباط وحدات قتالية من الجيش لمحاولة تسلل للميليشيا في جبهة الأقروض بمديرية المسراغ جنوب شرق المحافظة. واندلعت المواجهات وفقا للمصادر عقب محاولة تسلل حوثية إلى مواقع الجيش بجبهة الأقروض، انتهت بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف الميليشيا، في حين أصيب أحد أفراد الجيش الوطني. وللحديث أكثر عن هذه التطورات الميدانية بجبهة تعز ينضم معنا العقيد عبد الباسط البحر، ركن التوجيه المعنوي بتعز. سيادة العقيد، أهلا وسهلا بك. إذن مواجهات في جبهتي الكدحة والأقروض، ضعنا في خارطة هذه المواجهات. الحقيقة أخي الكريم، معارك تعز تهدأ وتشتعل كل فترة وأخرى. خلال ال 24 ساعة الماضية كانت المواجهات في غرب المحافظة وأيضا في جنوب شرق المحافظة في أطراف مديرية المقبنة وأيضا في أطراف منطقة الأقروض، حيث حاولت الميليشيات الانقلابية التسلل لمواقع الجيش، وتبادل الطرفان التراشق بالنيران الثقيلة ومختلف الأعيرة النارية، واستطاع أبطال الجيش الوطني أن يدحروا الميليشيات وأن يعيدوها خائبة إلى مواقعها السابقة، وأن تلوز عناصرها بالفرار مخلفة خسائر سواء في العتاد أو في الأرواح في صفوف هذه الميليشيات. أيضا في شرق المحافظة، شرق مدينة تعز، الجبهة الشرقية أيضا شهدت تبادل إطلاق النار وبالأسلحة الثقيلة والمدفعية، واستمر هذا التراشق لساعات دون تقدم يذكر أو حدوث خسائر في صفوف الميليشيات. نعم، إذا يعني على ما يبدو هنالك جبهات هدأت المواجهات فيها، وهنالك جبهات لا زالت يعني المواجهات دائرة إلى الآن، حيث يعني نفهم من هذا يعني التوضيح من حضرتكم. نعم، ذكرت لك أن جبهات تعز تهدأ لأيام لكن تعود للاشتعال من جديد. أيضا قد تهدأ جبهات وتشتعل جبهات أخرى. الحرب مفتوحة في جبهة تعز جميعا، والمواجهات شبه يومية، لكنها ترتفع وتيرة الأعمال العدائية والمواجهات القتالية من جبهة إلى أخرى. نعم، إذن ماذا عن خسائر الميليشيا، وإن كان هنالك خسائر في جانب الجيش الوطني؟ طبعا ذكرت لك أن هناك خسائر في الجانب البشري للميليشيات، هناك عدد من القتلى والجرحى، وهناك أيضا تدمير عتاد عسكري للميليشيات خصوصا في جبهة غرب تعز وفي جبهة جنوب شرق تعز خلال 24 ساعة الماضية، وهناك أيضا جريح في صفوف قوات الجيش الوطني. نعم، سيادة العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز، كل الشكر لك.